كنت مع أمي بعد رحماني، هو كان جارنا، تعرفت عليه هونيك وحبينا بعض على أساس وكل شيء. ضلينا 5 سنين مع بعض قبل ما نتجوز. طلع شايف وحدة تانية فيه، كان عايت لي باسمه، قال له مين هاي؟ هي اللي معلمتي 16 سنة على كلمة معلمتي، آخر شي لك ما كمشت مكتوب بجيبته. تصوري شو بعتت له، حبيبي أنا تركت، أنت شو عامل؟ طلعت هي اللي عم بعيت لي باسمها. صرت أعمل انهيارات عصبية. قدي كنت حبه، قدي نفرت منه. طلب من الحكيم يفوتني على دار الصليب. قلت له لك إذا بدي فوت على دار الصليب طلع ما بني شيء، أنا على البيت مش راجع. وما بقى بتشوف خلقتي أبدا. قال إيه أنا موافق. فت على دار الصليب. كانت ممرضة هونيك. قلت لي لك يا بنتي اوعى تاخدي شيء، اوعى تاخدي حبة دواء. قلت لي هيدا كله اللي عم يعملوه لتنحرمي من ولادك. قعدت في ساعتين ما بني شيء. هو طلع بسيارته، انا طلعت بسيارتي. قال لي وين رايحة؟ قلت له على جهنم. انا متفق انا وياك اذا طلع ما بني شيء انا ما حارجع على البيت. رحت نمت على البحر. عندي 4 بنات كانوا بالداخلة ما يخليني اشوفهم. اطلع اخر الدنيا لحتى اللي اشوفهم، ما تقبل تفرجينيهم. اللي بيهم منعني فرجيتيهم. شو دخل بيهم؟ انا امهم. اخر مره بستلها اجرة، ركعت على اجريها وبوظت لها اياهم. قلت لها بس خليني ضمهم. طلعتهم قالت لهم 5 دقائق بس بتشوفوها وبتفلوا. لل 2004 اخر ال 2004 من وقتها لليوم ما عاد شفتهم. بداية الأمر كتير تعذبت، يعني نام مخدتي كلها دموع. يمكن ما أقدر أقول لهم شيء. بس أكتر شيء أكتر شيء بقول لهم اشتقت لكم. هيك غمروني غمرة لو كانت الأخيرة بعمري. ما بدي شيء غيره. حسيت إني مرتاحة كتير على البحر، وهو شافاني من أشياء وقت اللي تركت بيتي. كنت أخذ 4 أنواع من الأدوية كبيتهم بالبحر. قد ما تكوني ضعيفة ضعيفة بدك تنجبري تكوني قوية. أول ما بلشت مع البحر كتير تعذبت. 16-17 سنة منهم هينين. نام من بنك لبنك. شفت الحلو، شفت المر، شفت البشاعة بين البشر، شفت الإجرام بيناتهم. عملت المستحيل لكون جبارة بيناتهم. وطلعت قدا وقدروا إنه في مرة بتطلع قوية. طلعت مريم الأقوى.